فضيلة الشيخ، يقول السائل: ورد في بعض الأحاديث قوله صلى الله عليه وسلم: وأما الفضة فالعبوا بها لعبا. لعبا. لعبا، أحسن الله إليك. فما حكم استعمال ساعة الفضة للرجل؟ لا يجوز من الفضة للرجل إلا الخاتم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة، ولا ذكر أنه استعمل الفضة في غير الخاتم. نعم. يقول أيضا: وما حكم استعمال ساعة الذهب للمرأة؟ نعم. ما حكم استعمال ساعة الذهب للمرأة؟ لا بأس، المرأة يباح لها الحلي، والساعة الذهبية هذه من الحلي، لا بأس بذلك. نعم.